بفضل الله عز وجل. فلو لم تخرج بثمرات وفائدة إلا أن تتأثر بأعظم صفة للملائكة وهي صفة الطاعة لكان ذلك كفيلا والله وجديرا بك أن تحافظ على هذا المجلس. ونحن لا نريدك أن تحافظ على هذا المجلس فقط، وإنما نريد من كل حبيب يأتي أن يصطحب معه خمسة أفراد على الأقل، لأنه ورد في البخاري من حديث الخليفة الراشد الثالث بن عثمان رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم صلوات النبي عليه الصلاة قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجعل الله وشيخنا وإياكم من آل خيره، فأنت منذ نعومة أطفالك تحفظ فاتحة الكتاب، هل فكرت أن تسمعها لزوجتك وتسمعها من زوجتك؟ إن فاتحة الكتاب سبع آيات، سبع آيات أي نعم، وخمس وعشرون كلمة ومية وثلاثتاشر حرف. لما تقرأ الفتحة كم مرة؟ مرة واحدة فقط كم حسنة تاخد؟ 113 حرف يبقى كام يعني؟ 1130 سنة أنت كما سنة حط الصفر انتهي خدت 113 في 10 يبقى 1130 حسنة. فأنت لو جيت لزوجتك تقول لها سامعين الفتحة تقول لك إيه أنت نايم على ودانك رصاص أدار وأنت نايم على ودانك بتدور سيجارة نايم على ودانك أنا صيدلة أنا هندسة. فأنت تيجي تسمع انت الفاتحه بزوجتك تقول لك بتعمل كده ليه؟ لا والله انا لما اقراها اخد 130 حسنه وانت 130 اي لا وانا اسمعها من حضرتك يبقى كده خدت 2260 وانت 2260 في مجلس 10 دقائق ولا حاجه. ايوه لكن لو قلت له سامعين الفاتحه تقول له انت لسه معلم الفاتحه النهارده؟ لا انت عليها من العصر. فانت الاول تبدا انت بقراءة الفاتحة مرتلة ثم تقول لها يلا كما كسبتك 1130 حسنة كسبين 1130 حسنة. تسمع الفاتحة بقى بصوتك تسمع بلاغه بيعلق على ربنا. خدتوا انت ازاي؟ المرفوع مفتوح والمفتوح مكسور ولصمص الادب وكروس التجارة والحقوق والهندسة تبين على حقيقتي. حجارة يعني دماغك. خدتوا انت ايه ده؟ هي قراءة الفتح حكمها ايه في الصلاة؟ أنا بستخدم كلهم. حكمها ايه؟ سيبك من شغل المصادر دي. حكم قراءة الفاتحة ما حكمها في الصلاة؟ ركن من أركان الصلاة. يعني لما تقول لي واجب أنت تحطها كذا. ركن من أركان الصلاة والصلاة لا تصح إلا به. قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال حبيب قلوبكم صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش. ومعنى خداش كما تعلمون أي غير تمام. فلا بد أن تسمع الفاتحة من زوجتك وأن تطمئن على أمك في فاتحتها حتى يكون الأمر منضبط. فإنك تحمل الفطور والغداء والعشاء إلى أهل داركم، فهل فكرت أن تحمل لهم تصحيح قراءة الفاتحة كما تصحح لك هنا؟ بارك الله فيك. يا إخواني لا تحسن الظن في نفسك. فأنا أذكر مرة كنت في الصعيد فوجدت شيخا سيدنا الشيخ عبد الحميد كده فقلت له يا مولانا اقرأ عليك الفاتحة. فرحت قرأت الفاتحة قلت له لن أصلي يا إماما بعد اليوم. طلع مش نافع ما عادش بصلي إماما خلاص انتهت آخر يوم أصلي مأموم. فطبطب عليها قال لها تنفي تنفع إيه أنت سبت بآية؟ لو قال آية فاتت إلا وطبت فيه. فالإنسان أحبابي لا يحسن الظن بنفسه وعليه أن يتشرف بالجلوس بين يدي أهل العلم وبين المتقنين ليطمئن على ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. بارك الله فيك. ثم إنني أسألك أنت ما هي أعظم سورة في القرآن؟
الفاتحة أحسنت وأصبت فقد ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله فبعلم. فقال صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى إذا السؤال لكم جميعا ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ الفاتحة. والسؤال لكم جميعا ما حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ يا اخوانا ركن. طيب والسؤال لكم جميعا الفاتحة كم آية؟ سبع آيات. والسؤال لكم جميعا الفاتحة كم كلمة؟ 25 كلمة. كم كلمة؟ 25. والسؤال لكم جميعا الفاتحة كم حرف؟ 113. والسؤال لكم جميعا إذا وفقت لقراءة الفاتحة فبكم حسنة تحظى من الله الذي أنزل الفاتحة؟ 1130. 1130. أي نعم. بارك الله فيكم أجمعين. والسؤال لك ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. ثابتة في صحيح مسلم من حديث أبي المنذر فمن يسعفني باسم أبي المنذر. من يسعفني يقول يا من أيمن؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب ثبت أبي بن كعب ده يعني أنتم طلاب القرآن فأبي بن كعب ده أقرأهم وزيد بن ثابت أفرضهم ومعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام وعلم بن طالب مش أقضاهم لكن كل واحد تخصص كمان خالد بن متخصص في الجهاد والقتال وأبو بكر أرحمهم وعمر أقواهم وشد بن فلان وعثمان أشد حياء تخصصات فكذلك أبي بن كعب إيش؟ أنا أسألكم أهو كده أقرأه أنا أريد أن تخرج بين يدي بثمرة تعود بها إلى زوجتك وأولادك فتذهب إلى زوجتك وقال المشاهد نقول واحد الفاتحة سبع آيات اثنين خمسة وعشرة كلمة ثلاثة 113 حرف أربعة اللي يقرأها مرة في 2000 خمسة هي ركن من أركان الصلاة في الركعة ستة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا من يخرج من الكتاب ثمانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يخرج من الكتاب فصلاته خداش أي غير تمام هكذا. فثبت في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أمر الله جل وعلا خليله محمدا أن يقرأ على أبي بن كعب سورة فمن يسعفني بها يا طلاب القرآن الكريم؟ من يسعفني به؟ البينة. البينة اسعفني بصدرها. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. أي نعم أمر الله في عليائه الذي على العرش استوى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقرا سوره البينه على ابي بن كعب فلما فرح ابي وحق له ان يفرح الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماني الله جل جلاله سماني يعني ذكرني الواحد فينا اذا ذكره رئيس وزراء او رئيس أو كان في أي مجلس نزل أو غير نزل والله تعالى رئيس الوزراء قد قال كذا نعم قد سألت قد نزل بمناسبة وغير مناسبة تحاول أن تختلق مناسبة لتبين للناس أنك معروف عند المحافظ عند رئيس الوزراء عند رئيس الدولة وقال الله جل جلاله الذي خلقني وإياك من العدم إلى الوجود ذكر عبد من عباده ألا هو وأبرز صفة فيه أقرأه بكتاب الله والله تعالى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام البينة أي نعم فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأجابه أبي رضي الله عنه قائلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه يا أبا المنذر فقد أصبت. فالوالد أعمى اتفقنا أن أعظم صورة في القرآن إيه؟ الفاتحة. وأعظم آية في القرآن إيه؟ الكرسي. اللي أنت اتعلمته دلوقتي مطلوب من حضرتك أن تتكرر موزونا مذكورا بإبلاغه لغيرك، بادئا في ذلك برعيتك ومملكتك الصغيرة التي تتكون من أولادك وزوجتك في أسلوب هين لين سهل منشور بأخذ وعطاء وسير وكيل، حتى لو ما تسألش نفسك الأول، اسأل العيال عشان تدريبتك تعدي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه، وتجيبك بإذن الله تعالى، هتقول لها الشيخ، هتقول لك عليكم على الشيخ. أسأل الله أن يجزي يا شيخ على فضيلة الشيخ عبد الحليم خير واعتزى، وأنا سعدت أن تشرفت بلقائي أحبابي وإخواني، والله أسأل أن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأعوذ بك من الشر. وهكذا تجد دائما الثمار لأنها كلما جلست معه في جلسة ضيافة في بيت أو في دار أو في نزهة أو في سيارة أو في مسجد، تقطف منه الخيرات وتأخذ منه يعني ثمرا باسما، فجزاه الله عنا خير الجزاء. جزا الله خير الجزاء أخانا الشيخ طباخ الحنبلي، فعرفناه منذ أن كنا في الإمارات وكنا نود أن نلقاه، ولكن التقينا في حضرة أخينا الشيخ عبد الملتين عليه رحمه الله تبارك وتعالى في المطرية، ونسأل الله أن يجمع عباده في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرف قلوبنا على طاعته وأن يجعلنا من الصادقين وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل والإخلاص في السر والعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.